الله أكبر. الشيخ محمد، الفيضانات تقتلع الكيان. طيب ما شايفين المي جاية؟ بتعصب واحد جي، بتعصب تعال، خلاص بعون الله يا أخي. ليش بيطلع بالإيد؟ لا يا ويلا. طيب يا حجي ما تعرف المي جاية؟ حجي ما تعرف المي جاية؟ سيارة البلور مفتوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. يا هذا هو حال الناس، هذا هو حال الناس بعد العاصفة المطرية في فصل الصيف. كيف إذا كانت في فصل الشتاء؟ تفضل شوف على وضع الإنسانية، على وضع الجو هذا. تفضل لهون، تفضل لهون. هذا الوضع، هذا الوضع، هذا المنزل. هاي محل ما كان يقعد ياكل ويشرب. كل شيء فيه حس وضمير. نحن نوجه له رسالة لأخواننا النازحين، هذا حالهم. بارك الله بالجميع والله يعطيكم العافية. هذا حال أخواننا النازحين.